قوم درجنا ولا تخليني بنار هجرك يا حبي لا أخي، هذا الفحم تهريب، كانت الحراج كانت تلاحقون مثله مثل الدخان، مثله مثل أي شيء تهريب، يعني مخالف أنه الدولة ما تسمح فيه. لا ما كل العالم، لا في يعني هلا بيقولوا لك هذا، يعني كان بيقولوا لك هذا قرشه أسوأ، يعني فيه تعب يعني. عنب بلدي بودكاست. الله 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 يا عريس. الحفة التي تقع على تلال وسفوح ريف اللاذقية، ارتفاعها عن البحر جعلها مصيفا يقصده كثير من السوريين. زراعتها متنوعة من الفاكهة والخضار، فهي أم العناب والحبلاس. خلدون بيطار أحد أبنائها محدثنا اليوم. أخي، الحفة تبعد عن محافظة اللاذقية 24 كيلو، وعن محافظة سلمة 17 كيلو. في مساحات كبيرة، والسجر، الزعرور، أيوة أكتر شي العناب، الزعرور، الخوخ الأحمر والخوخ الأصفر، وتفاح، هذا تفاح الصهيوني بيجي صغير هيك، هذه أكتر شيء مشهورة الحفة فيه. وعداك مثلا على الجارليك، على الخوخ، هلا كل الفواكه موجودة بالحفة، بس أكتر شيء مشهورة الحفة العناب، الزعرور، الحملات. نحن فوق الحفة بثلاثة كيلو، هي اسمها جبل صهيون. بسبب قلة الموارد ولضرورة تأمين حاجة عائلاتهم، لجأ أبناء الحفة لصناعة الفحم وتصديره والمغامرة في طريقة استخلاصه. هكذا كانوا يعيشون في الماضي. هن كل سنة قلعة صلاح الدين بيعشفوها بالداخل، كل سنة مثلا يطلعوا لهم، مثلا يشغلوا مثلا 20-30 عامل لمدة شهرين ثلاثة، يعشفوا هذا العشب مثلا بيبس، بصير مثل البنزي. لما راح احترق بالليل وما حدا يعرف شو السبب، وحوالي القلعة كلها سجر صنوبر وسنديا، ومد هذا الحريق لبرات القلعة يعني. والحمد لله يعني اجت الاطفائية من اللاذقية، ويعني ما كانت الخسائر كبيرة، يعني ما انتشر الحريق بشكل كبير يعني، وطفوا الحريق. واهل الضياع هن كانوا سبب بتطفي الحريق اكثر من الاطفائية، لان الاطفائية ما كانت توصل لمحلات، هن اهل الضياع تنخوا وطلعوا صاروا يطفوا الحرائق. هذا الأكتر شيء، بس في حريق من جهة كسب مرة صارت يعني، كمان هذا راح فيه كتير سجر يعني. هلأ أكيد يعني هلأ الخوف، لأن في كتير عالم عنا بيشتغلوا بالفحم، هذا بيشتغلوا بالحرش يعني، الفحم بينخافوا مثلا من المشحرة تفتح بهالليل وتطير لها شيء، مثلا يصير هوا وتطير نسرة نار على العشب وبتصير حرائق. الحمد لله يعني ما صارت يعني عنا ولا مرة هالشغلة يعني. العالم كانت تكون حذرة يعني، مثلا يتقلوا للتراب، يكون شغلهم شوي أنيق كرمال ما يوقعوا بهالمشاكل. لا أخي، هذا الفحم تهريب، كانت الحراج كانت تلاحقون مثله مثل الدخان، مثله مثل أي شيء تهريب يعني، مخالف أنه الدولة ما تسمح فيه. هذا أخي العالم مثلا، في كتير عالم تطلع على الحرش بتقطع سجر عواد سنديان، وبيكونوا فاتحين متراب، هذا اسمه مثل مساحة غرفة أو أصغر بشوي، بيكونوا مزبطين هيك بشكل مستوي، بيجوا بيقطعوا الحطب، بيكون مثلا العود مترين ثلاثة، بيجوا بينقلوه على المتراب بعد ما بيقطعوه،
وبصيروا بقطعوه عويدات مثلا 30 عويدات 20 عويدات 60 سنتي، وبيعمروا هالمشحره هيك 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 حتى مثلا يعمروا كل الحطب اللي جابه. بعدين بلموا له قش صنوبر من الحرش كمان، بيحطوا له حجر مدار مدايره، بعد منه بيحطوا له قش صنوبر، بعد منه بيحطوا له تراب، بيكونوا تاركين له فتحه من فوق كرمال يزتوا فيها النار لتحت، وبس تلقط مزبوط بيسكروا الغطا من فوق، وبس تمسك بصيروا بيضعفوا له كرمال الدخنه ما تبين على الحراك. عندهم خبره ايه في يعني في عالم مثلا يقولوا لك مثلا فحم ابو خلدون لا يعلى له، هذا يعني مشهور مثلا قضى حياته بالحرش. فحم فلان مثلا اذا فحم العالم بخمس ليرات، فحم فلان بست ليرات، اذا بيطلب ست ليرات بياخو. وكانوا مثلا تجار مثلا تجي تلم هالفحم من العالم وتنزلوا على اللاطقية على القهاوي وعلى المطاعم، لان كانوا يبيعون فحم اراجيل وفحم للشوي كله بشكل سري. يعني حتى اذا انكمش تبع السيارة بيتخالف وبينحبس، واذا انكمش اللي عم يشتغل بينحبس وبيتخالف بنهار. بس يعني فيني اقول لك كانت اكترية العالم مزبطة امورها، ويعني وابن الحرش مثل بيقولوا لك فينه يهرب، يعني فيني يهرب اذا حس عليهم فيني يهرب. بيجوا هدوني مثلا اذا ما كمشوا بيجوا بيخربوا له هالمشحرة. في دائما في كتير عالم عم تشتغل، كان من الضيعة كلها. هلا الضيعة هي اكترية مثلا كل ضيعة مثلا فيها 10 15 واحد بيشتغل، لا ما كل العالم لا. في يعني هلا بيقولوا لك هذا يعني كان بيقولوا لك هذا قرش اسود، يعني في تعب، يعني قرش اسود هذا في تعب. وفي كتير عالم يعني تشتغل بخلا خيو انا بشتغل بحب اطلع على الحرش، لا حدا يتحكم فيني ولا حدا يعني ما يحبوا الالتزام بالدوام. بقى هو مثلا شغله بالحرش كان لحاله، يعني بيعبوه بكراتين او بكياس الكياس البطاطا بعد ما بيبرد. وفي هذه وفي عنا عالم معه رخص بهالشي، في عالم ايه معه رخص، يعني انه فينا تعمل فحم بالكمية اللي محددينها بالرخصة. طريقة الفحم كلها توحدة، يعني ما في هاي الطريقة وهي الطريقة، بس في الطريقة كيف في مثلا اللي معه رخصة بيعملها 5 طن المشحرة، بصير بيطلع بالسلو. انا شفت مرة مشحرة بتركس عم يحطوا القرى. في عالم مثلا بتشتري قرم زيتون مثلا، بتروح بتاخد هالباقر بتشيل هالقرى، القرمة بتطلع كبير كتير، يعني ما فينو حدا يشيلها. الحافة تبعد عن مدينة اللاذقية 24 كيلومترا، وكانت مدينة اللاذقية تشكل لأبناء مدينة الحافة مخرجا للوصول إلى البحر ودور السينما وشراء حاجاتهم اليومية. في كتير أنا من زمان كنت أنزل أحضر السينما أنا ورفقاتي من الضيعة مثلا أولاد عمي، كنا ننزل كتير على اللاذقية نحضر السينما ونروح على البحر ونهيك. يعني هلا في سلمة أوغاريت كان قديم كتير، وفي سلمة الزهراوي، يمكن الزهراوي والله العظيم ما بعرف بالضبط، بس سلمة أغريت هي قديمة كتير كتير عن بروسلي والله. وأفلام مثلا هندية توأمان الراقص ديسكو أنا لحد الآن بتذكرها، يعني إيه يعني ما يعني على أيامنا كان السير متوفر، يعني قبل ما يجوا الباصات الـ 14 راكب كان نقل الداخلي.
النقل الداخلي كان هو الوسيله بين اللاقيه والحفه، وبالاضافه للتكاسي. التكاسي كانت الاجره تبعيتهم بال20 25 ليره الراكي. الدخول على السينما والله العظيم يعني بالضبط يعني كانت يمكن تحت ال5 ليرات، يمكن الخمسه، يمكن كانت بال5 ليرات. بعدين بعد ما اجوا الصرافيس ال14 راكب والتكاسي كترت، يعني ينزل واحد اذا بيكون قاعد بالحفه يقول انا نازل على اللاقيه، ينزل يسهر باللاقيه ويطلع. هلا في القهوه خديجه من القهاوي اللي باللاقيه القديمه، وفي قهوه عند سوق الخضره، هي قهوه الميشيه، هي قهوه الميشيه كمان من القهوات القديمه. وفي قهوه اللهم صل على النبي الشيخ ظاهر، هي كمان من القديمة. هي 3 قهاوي كانوا قديمين كتير كتير. لا ما شرط انه ننزل على القهاوي، نحن مثلا ننزل، مثلا بدنا ننزل على اللاقية، ننزل على الكورنيش، هي اذا نازلين مشوار ننزل على الكورنيش على الشمالي، او على مثلا على ابن هيني. هالمناطق هي كانت يعني كويسة وما فيها الزحمة ولا شيء، الواحد يتمشى فيها ومثلا تصير الساعة 12 مثلا مشان يلحق السرفيس، إذا ما عنده سيارة يرجع على الكراج يطلع. العرس في الحفة علامته وسمته الطبل، ومن خلال قارعي الطبول يتم الإعلان والتأكيد على تحديد ضيوف العرس. العرس أخي الكريم كان معروف يعني الطبل، يجيبوا القرباط ويطبلوا. مثلا أنت عندك عرس بدك تعزم الضيعة الفلانية، بيروح بتحط هالطبالة بهالسيارة وبتروح على الضيعة اللي صوب الحفة بدك تعزمون، بتطبل انت بالساحة مثلا ساحة الضيعة، انه بيعرفوا انه انتم معزومين على هالضيعة. ومثلا اذا واحد هيك مميز بينزلوا لعنده قدام بيته بيطبلوا هيك، بس اكتريته يعني ينزلوا على ساحة الضيعة ويطبلوا، ويروحوا على الضيعة التانية كمان يطبلوا، وهيك بيعرفوا انه اهل الضيعة انه معزومين على عرس فلان. بعد ما انعزم مثلا بيكونوا محضرين محل للعرس مثلا بهالساحة، بيجي هالطبالة وبيطبل شوي شوي، العالم تجي أكتريت مثلا يعني العرس بيبدأ يعني عند بعد أذان المغرب، بتكون مثلا الشمس راحت، يعني هي أكتريتها بالصيف بتصير، وصارت الدنيا برودة والعالم تجتمع وبيرقصوا، وعالم بتيجي مثلا بتشوبش مثلا هاي 500 محروقة لفلان فلاني، شبوش لفلان فلاني، شبوش لفلان فلاني، هيك يعني. وكل مين بصير بشوبش لفلان ولفلان وفلان، وبيعطوا مصاري للطبة. بعد ما العالم مثلا بدهم يروح يجيبوا العروس، بيروح الطبالة وكذا شخص من المقربين مثلا، بيروحوا بيجيبوا العروس على البيت العريس، كمان بيطبلوا شوي تحت البيت، وبعدين بيرجعوا على ساحة العرس. بعد شوي بيجي العريس بيسلم على العالم، والعالم بتبارك له. بعد منها بيضل العرس شي ساعتين ثلاثة، والعالم يعني بينتهي العرس والعالم بتروح على بيوتها والعريس بيروح على بيته. أخي حسب الإمكانية، في عالم كتير بتسكن لحالها، وعالم تسكن مع أهلها، وعالم تستأجر، وعالم يعني حسب الوضع. أخي المهر يعني على، أنا عم بحكيك على أيامنا، يعني عالم 200، عالم 300، عالم 400، عالم 250، 350، يعني قلة قليلة 500، يعني أكتريتها كانت بين 250 و300، يعني هيك يعني. هلا مثلا 350 بيقولوا لك مثلا 200 مؤخر و150 مقدم، بس عنا يعني حكي ما بي. هلا في بغير محلات بيعطوا مصاري
مثلا المقدم تعطي مصاري لأهل العروس، هن بيروحوا بيجيبوا الأغراض. نحن ما عنا العادة، نحن بينزلوا مثلا قبل الخطبة مثلا بيومين ثلاثة، بينزل العريس والعروس وأهل العروس، بينزلوا بيشتروا الذهب وبيطلعوا وبيحددوا موعد الخطبة، يعني كل شيء على العريس. يعني ما في دفع مصاري مثلا انه بيعطوا لاهل العروس انه مثلا انتو جيبوا الذهب، انتو جيبوا الثياب، انتو كذا، او جيبوا العفش. ما حد، ما عندنا هالشغله. نحن عندنا العريس هو اللي بيجيب كل شيء. يعني بغير محلات بيدفعوا مصاري، مثلا المقدم مثلا 200,000 بيعطوا 200,000 ان اهل العروس ان اللي بتكفلوا بالاغراء. من كان في الحفة وله الفضل ببناء جيل سليم متعلم رغم صعوبة الحياة وقلة الخدمات، تعالوا معنا نستعرض مع ضيفنا ونمر على من وضع بصمة في مجال التعليم والرياضة والصحة. اللهم صل على النبي. في بيت الشعارة الشيخ أبولا وزير الداخلية محمد الشعار، وفي كمان من بيت موسى محمد موسى كمان الشيخ، كمان العالم ترجع له كمان إذا صار أي شيء. منشد كان أدانه، الأدان كان مشهور علي الحداد، هذا كان صوته طيب كتير. وفي الأدان محمد الملك كمان صوته كويس. في المختار أبو عمر المختار، هذا بيت البيطار، أبو عمر البيطار كان مختار يعني معروف بطيبته بأخلاقه. يعني إذا كان مين ما أجل عنده يختم الشيء اللي بده يعطيه مصاري كان يسمعه كلامه يعني ما كويس، يعني ما يرضى يأخذ مصاري. وجهاء الحفة يعني في عندك بكري موسى، وفي عندك اللهم صل على النبي محمد موسى، وفي عندك المحامي عبد السلام رستم، وفي عندك عدنان نديم بيطار، وفي عندك المهندس عدنان حليمة، وفي يعني بيت حليمة، وفي يعني كل الطوائف يعني كانوا ياخذوا واحد واثنين. يعني الحمد لله يعني المشاكل كان بالحفة قليلة، يعني ما كان عندنا هالمشاكل الصراحة. يعني لا الحمد لله لا قتل ولا يعني مشاكل كبيرة تدخلوا، يعني تصير مشاكل صغيرة يعني تنحل بأرضها يعني. والحمد لله هي يعني مشهورة بالحفة، لا في مثلا قتل، ما في هالمشاكل الكبيرة. كان يعني أهل الحفة يعني معروفين بطيبهم وبأخلاقهم وبكرمهم، والحمد لله ما في يعني كل هالشي. يعني هذا من عم حكيك أنا من اللي بيعرفون العسكرة. يعني مثلا في أكرم السيد كمان ضابط كمان كبير يعني، وفي الله يرحمه هذا كمان ضابط من بيت اللهم صل على النبي من بيت ياسين، يمكن كان كمان ضابط كبير. يعني هذون يعني على مستوى الحفة الضباط الكبار. كان مستوى سوريا في تبع مجلس الشعب عدنان نديم بيطار، وفي أخوه أسعد بيطار، هذا من التجار الكبار بالحفة. يعني جن السمر ضيا حطيا ظلني قلبي فرط الحاح، أقعد ببيتش فلاح أزرع ورد ورمان، أقعد ببيتش فلاح أزرع ورد ورمان. إلى اللقاء مع حلقة قادمة من ذاكرة سورية. أقعد أجعل درب أقعد حلوة يم عيون السود، أصعد وابطع لشعر جود وردة من البستاني،
أصعد وطلع لك عالجود وردة من البستاني أصعد وطلع لك عالجود وردة من البستاني.